السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم How to find the attitude of any station. مثل ما نعرف مسبقا انه احنا نزلنا المحطات، يعني مو كل المواقع اذا قلنا احنا يعني ننزل مثلا المحطات الخاصة بها تنطيني الاليفيشن. المحاضرة السابقة اللي سويناها بخصوص موقع ناسا باور نزلنا من عند المحطات لكن ما اعطاني الاليفيشن الخاص بها. ممكن اني احتاج الاليفيشن الخاص بهاي المحطات، يعطيك فقط الاتيتيود اللانجتيود واللاتيتيود. هسه مجرد انه نوضح هنا توضيح اعتيادي انه هاي المحطات اللي عندي المتواجده هي فقط لاتيتيود لانجتيود. طيب انا احتاج لهاي المحطات الاليفيشن او احنا نسميه الاتيتيود. طيب شلون اقدر انزله؟ اكو هناك عده برامج لكن هذا البرنامج كلش بسيط، هو تطبيق ابلكيشن. نروح على ان شاء الله راح اترك لكم اللينك الخاص بي بصندوق الوصف، اسمه الجي بي اس فيجواليزيشن. هذا الموقع مجرد ما انت تدخل عليه، طيب طبعا حتى ينطيك هنا انه وصف ديسكريبشن عام كرييتد الماب، انشا لك الخرائط البروفايل فروم جيوغرافيك داتا، وايضا يحسب لك الاليفيشن بعده خيارات ميك ماب، انه دا ينطيك ايضا بمواصفات الجوجل ايرث وغيرها، الجي بي اس انه يخلق لك او يرسم لك البروفايل الخاص بمنطقه معينه، المناسيب غيرها، يرسم الخرائط، هواي خيارات بي. احنا شنو نريد هسه حاليا حكم عملنا على محاضرتنا لهذا اليوم؟ لوك اب اليفيشن. مجرد ما تضغط على هذا الخيار الموجود هنا، انا راح اترك لكم هذا اللينك الاصلي، فتقدر انت تدخل اللوك اب اليفيشن منها. اذا انت تستفاد من عندك امور ثانيه تقدر تاخذ الخيارات الثانيه. فهنا شنو الغرض من عندك؟ فايند ميسنج اليفيشن وذ جي بي اس. فهسه اول شيء هو دا ينطيك الديم ديجيتال اليفيشن موديل الخاص بها بالداتا بيس. اول شيء اللي يطلب من عندك تحمل له الاكسل، طبعا اكسل اللي بالستيشنات اللي انت تريد تجد لها الاليفيشن او الزد كوردينيت او الاتيتيود. فمجرد ما تضغط انت محملهم متواجدات عندك الستيشنات، فهاي مجرد ما انت تحملهم طبعا يعطيك خيارين، يقول لك هل تريد انت الكونفيرت تحويل وتجد الاليفيشن ام تريد ترسم البروفايل مالته. امامك خيارين طبعا بالمناسبه، الوحدات باليونت، الاوتبوت شو تريده، هل هو جي بي اكس فايل او تكست. از يو لايك، انا مجرد راح اختار البلين تكست يعني نو بروبلم. فانت شنو الخيار اللي يعجبك بالاخراج؟ اوكي خرجه. اليونت يا وحدات تريدها انت تتخرج، اليو اس ام المترك المترك. فانا هنا اختارت تريده يرسمه كبروفايل ام تريده كونفيرت يعني يعطيك اياها كقيم للاليفيشن، فانا راح اقول انطني اياها قيم اد اليفيشن. فمجرد ما تضغط هاي الضغطه، طبعا بالمناسبة الموقع تقدر تدرس عنه كثير، موجودة بالكثير من المعلومات، لكن احنا حتى نتناول فقط بخصوص محاضرتنا لهذا اليوم اللي هي تتناول. لاحظ هنا انطاني انه التايب اللاتيتيود واللانجتيود، فدا ينطينا اللاتيتيود واللانجتيود والاتيتيود اللي هو نفس الاليفيشن. فدا لاحظ هنا لكل محطة من المحطات الموجودة تقدر ينطيني الاليفيشن الخاص بها، هاي لكل المحطات. تقدر هذا الملف تحمله من هنا، تقول له داونلود اس تكست فايل. فمجرد ما انه تحمله حيكون عندك متواجد، وتفتح بهاي الصيغه راح تلاقي كل المحطات لها الاتيتيود واللانجتيود، وايضا اللاتيتيود واللانجتيود اللي هي خطوط الطول والعرض بالنسبه للكوردينيت الخاصه بها، احنا نسميها جيوغرافيك كوردينيت سيستم، وكذلك الزد كوردينيت او الاتيتيود الخاص بها. إن شاء الله تكون محاضرتنا لهذا اليوم مفيدة، تقدرون عن طريقها تستخرجون الإليفيشن. أكو بعض المواقع خاصة مو شرط محطات، لكن إحنا بحكم دراستنا كمحطات مناخية تعطي مثلا موقع CFSR اللي هو الكلايمت فوركاستر ريلاينز، أوكي يعطيك لكل محطة يعطيك الإليفيشن، لكن موقع ناسا باور ما يعطيك، فقط هو أصلا يطلب من عندك تحدد له مواقع أو نقاط موضعية للستيشنات اللي انت تريد تجدها والاليفيشن يبقى مجهول. فاذا تحتاجه تقدر تستغل هذا الموقع تجد من عنده الاليفيشن لاي محطة او لاي نقطة انت تريدها. نلتقيكم بمحاضرات قادمة، دمتم بامان الله وحفظه.